والله بفقع الضحك اذا كان هذه ترولة، والله العظيم المقطع ذا اذا كان ترولة بفقع الضحك من الاخر. تريلر الزبالة ليه؟ استغفر الله العظيم. سويت دريمز بريفيو، ان السويت دريمز يعني الاحلام السعيدة بريفيو، اللي هي ذا جريت تاتا لوف، واللي اتوقع تاتا لوف اللي هو اللي كاتبينه هنا، اتوقع تاتا لوف هي الزبالة. اكتب كرامة. خلونا نشوف ايش عندنا. واضح عليه زحمة، تريلر 5 ساعات، قريب ال 500,000، نص مليون. عذاك ان الوقت حقها اوقات تريلر شويتين، الساعة 7، فما هي مرة المضبوطة، لكن خلونا نشوف المقطع ده. واضح انه شكله حافل. Have you heard of Tatalov the garbage king؟ هل سمعتوا بتاتالوف؟ garbage king of Tatalov the garbage king. ملك ملك زبالة. The planet of festivities without mentioning the watchmaker. He's our king. لو ذا 5 ستار ابي اسحب له. The garbage king. One can't discuss the planet. اديله يلعب والله الباي تعطيك. الو ايش ذا؟ ايش الدرولة هذه؟ yes, he's our king, as well as the manager of all the waste in this world. Fortune, fame, status. إيه في لاكوري هذه؟ أهلين يا أخي، في لاكوري رهيبة يا أخي، تحس عالم حياة حلوة كذا، ومهرجانات يمين يسار، حركات عاملة، والله مرة متحمس لفي لاكوري. أهلين، تكفى قول لي نحن بنشوف هذه الأشياء في العالم. هذا الواتش ميكر اللي نتكلم عنه، اللي شفنا عنه المقطع الكرتوني في المقطع الماضي، سوينا عليه رياكشن. هو الواتش ميكر مثل ما قال لنا. دقيقة، كان انا ضيعتها، اللي هو هنا هذه. يقول لك ما تقدر تتكلم عن اللي هو كوكب المهرجانات بدون ما تقول عن الواتش ميكر اللي هو الساعة، واتوقع ان تاتالوف هو الجاربيج كينج. يعني الملك هو الساعة هذا، اوكي. مش دخل سافو هنا. What the hell is going on? He's our king, as well as the manager of all the waste in this world. Fortune, fame, status. He built everyone's futures with his bare hands. سوى كل شيء. التراش كنز الهمبل، الزبالات الكريمة يا ساتر. ويقول لك انه يعني يسيطر على موضوع الزبايل اللي مش كويسه. As his inspiring story became known across the cosmos, those with a dream flocked to Pentagon. اي بيناكوني. الساحه هذه تذكرني بالساحه تبعت بيلابوغ، تبعت برونيا. تقريبا تشبه لها الساعة الشارع. اهلين، حبيت. هم قالوا في التريلر الماضي احنا لازم ننتبه من الترافيك اللي هو السيارات والاشياء المتنقلات هذه، المواصلات. هلا والله، هلا والله، كيوت بيكتشر از اي اي لايك ات. بس دقيقة، منو دي؟ منو دي؟ منو هذه؟ الو. However, since the thing from beyond the sky arrived here along with the eternal freeze, Tatalov's eyes have been blinded. دقيقة، تاتالوف what? سامبو arrived here along with the eternal freeze. الو. Tatalov's eyes have been blinded. يا عمري يا اخي، لا انا متحمس لها يا اخي. To the trash bags. Then we'll be able to launch a counter attack against that. الرايدل يا عمري يا شيخ. والله شوف، انا بقول حاجه بس ماني متاكد، ماني متاكد لا تهجموني، لكن يا مراي مراتي، صراحه لعلي اني افضلها على الرايدن يعني، لكن الديزاين حقها جامد. يا اخي رهيبه. الفيديو الجاي ان شاء الله بنتكلم عن اكيرون، وان شاء الله الشخصيات اللي اعلنوا عنها في 2.2. فاذا انت تبغى تشترك اشترك يا شيخ، ايش عندك؟ شنو بتخسر؟ الزبده ما علينا، حط لايك. اوكي، الزبده الرايدن ديزاين حقه او بالاحرى اكيرون. اوه بلاكس وول، هلا والله، هلا بالجميلة. Follow me you two. Let me give you a taste of the adult world.
دقيقة سامبو هو الفيلن في هذا الارك؟ ارك الزبائن؟ We must force the Garbage King to mend his ways under the banner of Skyfire. Wait, what kind of nonsense is this? What kind of nonsense? والله من جد يقول لك ايش الخرابيط اللي تتكلم عنها؟ والله خرابيط فبراير 6 يا لبيه يا لبيه شكلها بنت ولا حاجة. تلقت سريعة اللي شفناه الآن صراحة أنا متحمس علما أن سامبو كذا شويتين فجأة لكن احنا نعرف أنه هو كمان عنده بعض العلاقات مع الزبالة مثل ما يصير في اللعبة فهذه أشياء من الأشياء اللي تضحك يعني وهذا من الأشياء اللي تحمسنا لبيناكوني. بيناكوني واضح أنها مكان أو مدينة لخرابيط هو يوفرس قطونا علينا كذا كميمز وللمعلومية الميمز هذه كلها جاية من الكوميونتي والمجتمع تبع اللعبة يعني فكأنه يعني كأنه الشكر أو يعطونا يورونا احنا يعني هم يحبوننا ويحبون اللي نسوي لهم احنا كميمز وكذا فيعطونا شو اماكن فايفنتات حلوه فوجود سامبو هنا انه بياخذ وقت كثير صراحه مره حلو لكن ما ادري اذا لاحظت ولا لا ولا انا الوحيد اللي ملاحظ هذا الشيء. طبعا انا ما بتكلم بكل حاجه لكن شايفين انتم ستيل اللي هي تريل بليزر كيف تاكيه الان وشايفين المكان المنطقه كذا. طيب لو رحنا جوجل على السريع وكتبنا يا اخي ستار يلا يا اخي اسطورة ستار يلا اسطورة يا ساتر شوفوا واخدين هذه السدحة سدحة يامشا من دراغون بول من الاخر من الاخر خلينا بس اجيبها هنا يا عمي اخر عني بالله شوفوا طيب طيب ركزوا 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 ها اوه اخي ستار الاسطوره والله الارك هذا ان سامبو بيجينا بيعطونا بعض المعلومات بين الشخصيات الجديده اللي قالوا انهم بيطلعون في بيناكوني شخصيه غريبه انا ما عرفتها ممكن انتم تعرفونها علموني ما ادري عن الزبده ممكن نشوفها اكيرون وجود اكيرون اللي مره اسطوري متحمسين لها طبعا 2.2 و 2.1 عندنا ملكه تبعت توتات بنتكلم عنها بعدين ان شاء الله اللي هي بلاك سوان فصراحه التريلر مره 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 رهيب وجود سامبو كفيلن لهذا الارك شيء انا عاجبني شخصيات فور ستار يعطونهم احقيه شويتين باللعبه وانا احب هذا الشيء ما بيكون التركيز كله على شخصيات الفايف ستارز والحلو في هونكاي ستار لانه كمان مو كل شخصيات الفور ستار سيئين كلهم ممتازين فحلو ان نحن نشوف هذه الاشياء والتنوعات في اللعبه مره مره ممتاز مثل ما قلت لكم المدينه تبعت بيناكوني وجودها صراحه شيء مره رهيب بيغير الفايبس تبعت اللعبه شعور اللعبه كذا بيكون مره حماسي الى مضحك الى كذا فبنشوف اشياء كثيره مضحكه من تاتلوف جاربيج كينج وبس والله يا مراي مراتي هذا كله اقدر اقوله اليوم يعطيكم العافيه المره المرات لا تنسون الاشتراك لان الفيديو الجاي ان شاء الله تحليل عن الشخصيات الجديده يعطيكم العافيه المره المرات احبكم كثير واشوفكم ان شاء الله في المرات الجايه.